انت بقى عايز تسيب هنا وتروح تقعد مع امك؟ مش قصدي، انا بس مش عايز اسيبها تقعد لوحدها يعني. وبتكذب ليه؟ انت لو قلت لي ان انت مش عاجبك العيشه هنا وعايز تروح تعيش عند جدتك، وعايز تقول لي ان رايك هو راي مامتك، كنت احترمتك وصدقتك. كنت فين من امبارح؟ كنت مع اصحابي في اسكندريه. بتعملوا ايه؟ بنتفسح. انده لاختك، انده لاختك. ريم، ريم. ايه في ايه؟ انت لما قلت له اي كلم بابا عشان تعرفه انك مسافر، قال لك ايه؟ قال لي ماما عارفه. ماما عارفه يعني بابا مش مهم. انا هسالك سؤال وتجاوبني عليه. انت يهمك ابوك؟ تصرفاتي معاك وطريقتي صح ولا غلط؟ والله انا مفيش اي حاجه في دماغي، انا كنت عايز اروح اقعد معاها عشان ارجعها للي في عقلها يعني. كذاب! ده بس انا ممكن اقبل منك اي حاجه الا انك تكذب وتحلف كذب كمان. خساره، كنت بحسبك راجل وقد المسؤوليه وتقدر تواجه، لكن واضح ان انا ما ربيتش صح. غور من قدامي. أنا آسفة. دبي اسمعني بس والله. خلاص بقى، مش أنتي طلعتي الملاك البريء وكلنا وحشين؟ أنا ما كانش قصدي والله. لا قصدي، وعامة خلاص أنا مش راجل، وماما ناكلة للكمين، صح؟ مش أنتي بتعملي كل اللي أنتي عايزاه وتروحي تقولي له أول بأول؟ والله ما كان قصدي، أنا لما قلت له كده كنت خايفة عليه. خايفة عليه من مين؟ خايفة عليك من الناس اللي أنت ماشي معاهم. ومن مين؟ من أمي؟ لو سمحت ما تفهمنيش غلط، أنا لما قلت له كان قصدي مصلحتي. مصلحتي أنا عارفها كويس. وعامة خلاص انا عرفت انا هعمل ايه، انا هسيب لكم البيت وماشي. اوعى تعمل كده، لو عملت كده يبقى بتاكد له اللي في دماغه. لا هبقى باكد له اللي حضرتك قلتيه له. خلاص انا مش راجل، وماما نكره للجميل، وانا ابن امي، خليني جنبها بقى، كل واحد يقعد في الجنب اللي يريحه. بس انا عايز اقول لك على حاجه، ابوكي ده حرمنا من حاجات كتير قوي، ومعاه فلوس يخلينا احسن ناس في البلد، بس هو اللي مستكترها علينا. بقى